معايا العميد صابر الفلجاني. اليوم باش نحكي في موضوع في غاية من الأهمية، موضوع الناس الكل نحكيه عليه في الأيام الفارطة. سمعت الأمن الوطني أكثر من مرة يتيح بأماكن خاصة بالدعارة، أماكن خاصة بالمخدرات، أماكن خاصة بتخزين الفريب، أماكن خاصة بتخزين بعض المواد اللي يقع المتاجرة فيها، خاصة بما يعرف بالأسواق الشعبية. اليوم لما تختلط كل هذه المواضيع في نفس الوقت كي تلقاهم فرد مكان، احنا موجودين في فضاء من برا تقول معناتها سكن عادي، لكن وقت اللي تولج وتدخله من داخل تلقى أشياء فظيعة، تلقى معناتها الفريب بكميات كبرى مخصص للبيع، وأيضا وكر للدعارة ووكر لاستهلاك المخدرات والخمور كلها في مكان. اليوم يظهر لي الدسونت بتاع قوات الأمن سيد العميد، لقيتوا حاجات اللي تختلط ولا تلتقي لكنها موجودة في هذا المكان. بالفعل كما شفتوا وصورتوا ودرتوا معنا في كامل الأنهج، خاصة البناية هذه موجودة في قلب العاصمة، يعني كيلك متر على الشارع الرئيسي شارع حبيب بورقيبة. شوفوا الحالة المزرية اللي فيها، أوكار هذه لتعاطي الجريمة مختلفة أنواعها، أوكار لتعاطي البغاء والمخدرات، وكيف كيف تشكل خطر على الصحة وعلى سلامة المجتمع والسكان، سورتو هي بلاصة أهل بالسكان وقريبة من المؤسسات التربوية والمؤسسات الحكومية. الوصول إلى مثل هذه الأمكنة ممكن استباق قبل وقوع الجريمة، خاصة أنه المطلوبين للعدالة ديما يمشيوا للأماكن المغلقة، الأماكن لتوهم الباساجي أنه منزل أهل للسقوط لكنه من داخل عامر بالبضائع، عامر بالفريب المهرب والمخصص للبيع، وهي جريمة ديوانية وأيضا معتها تعاطي نشاط غير مرخص. كما شفت وصورت وهذه أوكار فهمت اللي معناها تجتمع فيها كل عناصر الجريمة، من التهريب من الجريمة، خاصة الأوكار هذه راهي معناها ملتقى كما تحكي أنت تو المجرمين والهاربين على العدالة، وتشكل زادة معناها حالة كتشوفوها حالة كارثية، تشكل خطر على المتساكنين بالدرجة الأولى وعلى على معناها السكان، وكما كنت حكيت قريبة معناها مؤسسة تربوية، وشوف الوضعية نتاعها وضعية مزرية فهمت ولا، وبشكل خطر كبيرة. الحاجة البوزيتيف ربما من خلال هذا الريبورتاج وحتى اللي شاهد فينا يلاحظها، وهي ظهور وحدات الأمن الوطني بالقوة المطلوبة للوصول إلى كل الأماكن اللي في فترة ما حسينا وكأنها يعني ممنوعة على الأمن، أو الأمن يتفادى لك خشاج فيها، خاصة أنه فما ظروف معناتها استثنائية تعدت بها البلاد، لكن اليوم كل شيء يزمو يكون مفتوح للأمن الوطني للرقابة وللكنترول. بالطبيعة ما عندناش علامة معناها هذه ممنوعة، بالنسبة لي احنا كل الأماكن اللي تشكل معناها نجم تكون تشكل عنصر تهديد لسلامة وأمن المجتمع كلها اكسيسيبل بالنسبة لي، احنا ما نخافوا من حد شيء، وديجا يمكن الوضع الاجتماعي الاستثنائي اللي كانت عاشته البلاد وقوات الامن معناها لاهيه بحاجات اخرى اللي هي معناها ما سماش من مشمولاتها نتاعنا الاوليه، والعنصر الاهم هو مكافحه الجريمه، بس احنا تو احنا معناها ما احناش باش ندخلوا حتى جهد، ونفهموا حتى بلاصه راهي تنجم تكون معناها فيها حصانه او محصنه من قوات الامن. سيد العميد، فما نقطة في غاية من الأهمية خلينا نحكيو عليها، بعض المشاهدين يقولوا معناتها الفريب نتاع زواولة، لكن بالتحريات والمعطيات المتوفرة فما مجرمين خارجين عن القانون، عندهم السلع بكمية كبرى محتكرينها فاكينها حاطينها في مخازن سرية كما المخزن هذايا، ويشغلوا إما مطلوبين للعدالة إما بؤساء ويستغلوا في الوضعيات نتاعهم، ويظهروا في مظهر معناتها الباحثين عن الشغل في الوقت اللي هما صناعية عند مجرمين قطعية، خلينا نسموهم باللهجة نتاعنا كيما وضعية الحال. هو استغلال الوضعيات الهشة خاصة الوضعيات الاجتماعية
هو استغلال فهمت ولا تسمى موقع معنا للتهرب، هذا التهريب والتهرب الضريبي، يستغلوا زاد عناصر اليد العامله الاجنبيه اللي ما عندهمش معناها اوراق رسميه وصورتهم ديجا، وكيف كيف زاد استقطابك العناصر الاجراميه اللي شكله زاد معناه تهديد حتى على المواطن، حتى المواطن باش يهبط للشارع ولا باش يجي السوق، معناه كلام بذيء وبرشا مظاهر نتاع الانحراف وهذا كله معناها مظاهر مجريه وما تليقش معناها في تونس 21. اول حزم الحزم. We'll be right back.